سيدي الكرام ومتابعي قناة شفت تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتعرفوا قبل اليوم من السنة كنعرفوا المغاربة بكل صراحة انهم كيكون اقبال كبير 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 بزاف على الحلويات. صراحة كاين اقبال كبير وضغط كبير من المغاربة على الحلويات رأس السنة كيف ما كتشاهدوا معنا في الواقع على المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام، السلام عليكم. كنشوفوا تبارك الله كاين واحد الاقبال، كاين واحد نقدروا نقولوا ضغط ضغط عليكم. كاين اقبال على الحلويات ولا شنو اللي كاين بالضبط؟ شنو نوعية الحلويات اللي كياخذوا المغاربة؟ النوعية اللي حنا كنخدموا لي كاطو بلاصي، وكنخدموا لي كاطو بيرسوناليزي، لي كاطو بلاصي اختار حنا شنو هي البيرسوناليزي اكثر. كاين هذا اش مثلا؟ هذا نوع من الحلويات على اقبال في راس السنه. كنعرفوا راس السنه كل كي ياخذ بكل صراحه حلوه شويه رومانسيه، ماشي ما كيمشيوش لهذيك البيرسوناليزي كما قلت. براس العام، ولكن كيكون مناسب ان الناس كيعيشوا ديك الاجواء ديال الاجتماع، كيتجمعوا كينشطوا باش تدخل ان شاء الله سنه اخرى كتدخل مزيان. حيت عندنا جوده، كاينه جوده، اثمنه مناسبه، اثمنه مناسبه، يعني ما حنا ما كنمشيو على حساب المستوى ديال المواطن، ما كان ما عندناش عالي وما عندناش طايح. الله يبارك فيك. لا حنا كل عام كنعيشوا نفس الاجواء، وكنعيشوا اكثر كاع نهار راس العام، كنعيشوا واحد الاجواء زوينه مع الناس، كنحتفلوا معاهم، كنعيشوا معاهم النهار كامل حتى كيمشي النهار. هو الاستعدادات كتبدا قبل، واحد المده لا شوف حنا كنخدموا بنفس الجوده اللي كاينه ديال راس العام ولا ديال قبل من راس العام، كنمشيو على هاد السيستم على العام كامل. غير هو راس العام انسان كيكون موجد نفسيا اكثر ما كيكون موجد، حيت هادشي حنا راه كنعيشوه كل عام، يعني ماشي الا غنعيشو هاد العام ولا العام اللي قبل ولا العام اللي قبل، هادشي حنا دائما عايشينه. غير نفسيا كنستعدوا باش نشوفوا واش نكونوا عند حسن الظن ديال المواطن، كنمشيو معاه بجوده، كنمشيو معاه في كياس يكون نقي جديد، كنمشي لي كوموند كناخذوهم قبل. واحد المرحله انكم تحبسوا لي كوموند؟ لا ما كنحبسوش حنا لي كوموند، مرحبا بالمواطن في اي لحظه بغا كنخدموا معاه. الاخر ساعه حتى الاخر ساعه كنبقاو خدامين معاه. الله عليك. شنو اللي كان باش كيشاهدوك على المباشر؟ عرفت تبارك الله كيما ورينا بدايه المباشر، انا تبارك الله كبير كما قلت انت مناسبه، وكنمشيو مع الجهد قلت لك ديال اي واحد، يعني الكاطو كنديرو نفس الكاطو، كان البوا صغير بوا كبير، كنمشيو الناس اللي باغيين كيلو قل من كيلو، اللي باغيين 6 كيلو، اي واحد كيمشي على الجهد ديالو. لا كل شيء بحال بحال، الناس كيختاروا على حسب كل واحد اشنو كيختار. الله يبارك فيك، الله يحفظك، وكنتمنى 2023 تدخل ان شاء الله على المغاربه كاملين بصحة والسلامة وان شاء الله وطول العمر وباش ما كيتمناو. وشكرا بزاف، الله يبارك فيك. مساءات معنا المشاهدين الكرام على المباشر، فكاين اقبال كبير ونقدر نقول كاين واحد الضغط كذلك على الحلويات. المغاربه صراحه واخدين واحد اقبال كبير على الحلويات. المغاربه كيطلبوا بالحلويات انهم يكونوا صراحه يوم قبل راس السنه كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر المتتبعين ومشاهدي قناه شوف تيفي. كيف ما كتشوفوا على المباشر اقبال كبير وضغط كبير من المغاربه على الحلويات قبل يوم من راس السنه. من
كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، احنا معكم من حي الشعبي عفوا، صور امامكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في. يعني فاقبال كبير وضغط كبير للمغاربه على حلويات قبل يوم من